السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. اليوم نهار جديد وان شاء الله غنديروا فيه التقضية ديال الشهر. كما كنوريكم في العادة كناخذوا ورقة ديالنا ديال هذا الشهر والشهر اللي من قبله اللي ما كيكونوا واجدين عندي. وهذه هي الورقة ديالي ديال هذا الشهر وغنوريكم شحال خدات ليا، يعني شحال الشهر شحال تقضيت. 15800، شوف 15800 يعني 790 درهم. فانا نتوما معايا وغتشوفوا هاد 790 درهم شنو خديت فيها. بالنسبه ليا فخديت الدقيق، الدقيق انا حليته، انا نوريكم ديره في البيدو او لا البرميل. فخديتو شخناشي، خديتو واحد ليا وواحد لصاحبتي، خديتو ليها حتى هو، فخديتو 3900. خديت فاندي، انا نوريكم الدقيق اللي خديت. هانتوما البنات بالنسبه للدقيق فانا خويتو هنا. بالنسبه اللي غيسولني على النوع ديال الدقيق فخديت انا فاندي، فخديتو 1950. ثاني حاجه خديتها هو خديت الفرماج، خديتو ب 1300. وانتوما عارفين ديما كناخذ داك القادوس اولا ديال 96 فرماجه، هو هذا. فهزيت منه باكيه، شو فهو هذا، خديت منه باكيه من الفوق حيت ما بقاش عندي الفرماج، فاضطريت انني ناخذ منه باكيه. فكما قلت لكم كناخذ ديال 96. خديت زيت اوليور ب 1560، شنو هو هذا ديال 5 اطر. الناس اللي تفرجوا في الفيديو اللي قبل فقلت لكم الزيت راه غيتزاد. داك الشهر اللي فات فخديته ب 1540 وقال لي الدري بانه راه غيتزاد، فزادت. فهاد المره خديته ب 1560. خديت اتاي، بالنسبه للاتاي فكناخذ انا ديال 7 4011، فكناخذ 3 فوحده درت هنا في القرعه ديال اتاي. شتو نوريه لكم، فهي شو وحده درتها في ديال اتاي هي والاخرى، وهاد جوج هما باقين عندي. فخديت 3 كما قلت لكم ب 1110، 55 درهم فاصلة 50 فاصلة 50 سنتيم. بالنسبه للاتاي ثلاثه الباكيات، خديت جوج خميرات مكسكسين، هيا خديت ديال السبوله ب 10 دراهم، خديت جوج باكيات ديال السنيده ب 20 درهم 400 ريال. هالبكية الأولى هالبكية الثانية، بالنسبة للسنيدة بعشرين درهم. خديت بكية ديال مايزينا 7 دراهم 140، هانتوما خديتها ب 7 دراهم. خديت أوني 250، وفي الأصل هنا حدانا كنشري ب 260، فهو خلى لي 250، 12 درهم فاصلة 50 سنتيم. هيا اوني. خديت مطيشه ديال الحك، ضروري كتعرفوني ديما كناخذ ديليسيا، فخديتها ب 370. هيا مطيشه الحك، بالنسبه لمطيشه الحك اولا مركز الطماطم كناخذ ديما، عارفيني انني كناخذ ديليسيا، فخديتها 370 يعني 18 درهم فاصله 50 سنتيم. خديت زبده فيتال هيا، فخديت ليليا، ما بقيتش عنده فيتال وخديت ليليا 220، 12 درهم. خديت فاني 90 ريال 4 دراهم فاصلة 50 سنتيم. بالنسبة للسكر فاني خديت السكر ديال صهر 5 دراهم، فخديت 5 فخمسة ديال السكر ديال صهر أولا سكر بنكهة صهر البرتقال، خديت 5 5 دراهم. خديت الحمص ب 6 دراهم، خديت بلبوله غليظه، شوف هانتوما بلبوله غليظه خديتها حتى هي ب 6 دراهم. خديت جافي ديال اوني 360 18 درهم.
خديت لانشون او الكاشير شو خديتو حتى هو 220 جوج كيلو ديال الفينو فخديتو فخديتو 360 يعني 18 درهم. خديت ربعة العلب ديال الشامبينيون كان فايت حليت علبة ديال الشامبينيون فبقاو لي ثلاثة فخديت ربعة العلب ديال الشامبينيون ب 400 ريال كما قلت لكم فحليت علبة وبقاو لي ثلاثة. خديت ثلاثة العلب ديال المايس ها هما فخديتهم تما ب 5 دراهم. بالنسبة للشامبينيون فخديتهم ب 400 ريال 5 دراهم العلبة يعني 20 درهم. وبالنسبة للمايس فخديتهم بالنسبة كما قلت لكم هذه 5 دراهم العلبة وبالنسبة للمايس كذلك 5 دراهم العلبة فخديت هذه ربعة منها يعني 20 درهم 400 وهذه خديت منها ثلاثة يعني 300 درهم يعني 15 درهم. خديت كيلو ديال الكاوكاو ب 560 هو فكناخذ هذا الصغير كيجي زوين في املو وكذلك كيجي بنين كما قلت لكم فانا غير كناخذ هذا 560 يعني 28 درهم. خديت الحوت ها هو خديت ديما عارفني كناخذ سيبيا اولا لوكوس اولا جولي هادو الثلاثة اللي كناخذ ولكن لقيت سيبيا كناخذها اكثر. بالنسبه للحوت فخديتهم ب 560 يعني 29 درهم. خديت العنب خديت العنب حلو لكم انتما فمزيان تاكلوه في الصباح تعطوه لوليداتكم في الصباح مع شويه الفاكهه. فانا خديت رابعه ديال اللوز رابعه ديال الكركاع هانتوما ها رابعه ديال اللوز شوف ورابعه ديال الكركاع. فمن الصباح من الصباح حاولت تخلطو ليهم شويه من اللوز شويه من العنب وكذلك شويه من الكركاع شوف. فكما قلت لكم خديت رابعه ديال اللوز بالنسبه لرابعه ديال اللوز فخديتها ب 300 درهم يعني 15 درهم وبالنسبه للرابعه ديال الكركاع ب 20 درهم. وبالنسبه للعنب فخديته 180 ريال يعني 9 دراهم. خديت كيلو ديال المقارونيه ها هي فانا درتها في القرعه كيلو ديال المقارونيه فخديتها 240 فانا دخلت من هنا وشي لاخر خويته في قرعه اخرى فخديتها 240 240 هي 12 درهم 240. وخديت كيلو ديال المحمصه بالنسبه للمحمصه حتى هي 240 يعني 12 درهم. بالنسبه للمحمصه فاحنا كنطيبوها كبركوكش شي نهار غنوريكم الطريقه ديالها كتنفع في هذا الحال يعني الحال بارد وكتجي زوينه. فخديتها كما قلت لكم 12 درهم يعني 240. فخديت الكمون ها هو 240 يعني 12 درهم. بالنسبه للكمون فانا كنجيبو الحبوب وكنقيه وكنطحنو كنسخنو في المقله وكنطحنو فما كنبغيش نشري داك الكمون اللي كيكون مطحون كيعجبني فكيعجبني هذا وشوفوا الحبات ديالو كداش شو. فهذا كما قلت لكم 240 يعني 12 درهم. خديت التحميره ها هي فخديت التحميره 9 دراهم 180. فبالنسبه لهاد السلعه فانا هاد السلعه هاد الشهر خديت معها الاقامه بالنسبه ليا فخديت التحميره 9 دراهم. خديت قزبر حبوب ها هو تا هو كنجيبو حتى لهنا وكننقيه وكنمسحو كنمسحو نسخنو في المقله وتا هو كنطحنو وكنغربلو ها هو بالنسبه للقزبر يابس. وخديت جوج حبات ديال الكوزه بجوج درهم درهم لوحده. بالنسبه للقزبر خديتو 60 ريال 3 دراهم
خديت سكين جديد هو تا هو مطحون. فبالنسبه لهذا سكين جبل كيطحنوا لك قدامك الا بغيتي كيطحنوا لك قدامك، فانا طحنوا لي قدامي خديتو 280. شوف 280 عاد عنده واحد درهم جهده، يعني 14 درهم بالنسبه لسكين جبل. وكما قلت لكم راه كيطحنوا لكم قدامكم، كديروا واحد الزويف تمسحوه وتردوه لي طحنوا لكم. هادشي اللي درت، جبتو انا مسحتو ونقيتو عاد ديتو لي طحنوا ليا، ف 280 يعني 14 درهم. خديت سميده رقيقه ها هي، فخديت كيلو ديال السميده رقيقه، كنبغيها البغرير والحرشه، فخديتها 10 درهم. خديت بلبوله رقيقه ها هي، بلبوله رقيقه فخديتها ب 3 دراهم 60 ريال نص كيلو. خديت بابيجينك ديال الفاي شو، فكناخذ لي فيه 6، خديته 25 درهم يعني 500 ريال. وكيكون شوف كيكون مضغوط، شو كيكون مضغوط وزوين، فخديته ب 25 درهم. خديت اللوبيا 8 دراهم 160. خديت الابزار وخديت كذلك خرقوم. بالنسبه للكركم حتى هو راه طحنوا ليا. خديت العدس، خديت العدس 6 دراهم يعني 120. خديت الفول البيصاره، كاين الناس كياخذوا تفيليه، هذيك الفول كيكون صغيور، وانا خديت هذا البيصاره وهي اللي كتنفح في هذا البرد. خديت ضامه ديال الدجاج وضامه ديال البكري 8 درهم 8 درهم. خديت السكر 30 درهم، فخديت السكر 30 درهم 600 ريال. بالنسبه لي هذا وهذا فانا خديتهم قبل ما الشهر، فخديت الشوكولات 460 وزوين هذا، هذا ديال ليكا كريم فزوين كيجي بحال نوتيلا كما قلت لكم، فخديته ب 460. خديت الموتزاريلا فهي كنديرها في المجمد، خديتها ب 20 درهم. بالنسبه لي الصوص الجيريان فخديتهم 30 درهم. بالنسبه للنيدو كما قلت لكم فانا بقى عندي من الشهر اللي فات وباقي عندي، انا نحلو لكم تشوفوا، يعني الحليب نيدو كنشري شهر شهر لا شو، فهو باقي عندي من الشهر اللي فات، باقي لي النص ديالو. فدست المعرض ديال 5 دراهم وخديت هاد لي صوص، صلصة ديال الطماطم فخديت 3 15 درهم. دريات بالنسبه لي صوص ديال هذا فكان ليا مول 5 دراهم راه غيزيدوا فيهم في الثمن، لذلك الناس اللي حداهم معرض 5 دراهم فيحاولوا ياخذوا واحد الكميه ويحتفظوا بها لانها غتطلع في الثمن ديالها. فكما قلت لكم فانا خديت 5 دراهم الوحده يعني 15 درهم. وبالنسبه للتاريخ شوفوا التاريخ ديالها، يعني باقا ما غتقاداش حتى شهر 6 2022. تاخذوش كميه كثيره، بالنسبه لك تاخذوا كميه كثيره فراقبوا التاريخ. فانا خديت 3 كيكملوا ليا كيحسب، يعني كنخليهم ما بين شهرين 3 شهور، يعني ما كنخدمش منهم بزاف. شوفوا ما كنخدمش منهم بزاف غير الضروره. هاد البابوشة خديتها ب 5 دراهم حتى هي ف 400 غرام، شوف 400 غرام. وخديت جوج ديال الشعرية الصينية ب 5 دراهم 5 دراهم. بالنسبة ليا هادو خديتهم من المعرض يا 5 دراهم يعني 30 درهم اللي خليت في المعرض يا 5 دراهم.
بالنسبة للسلعة حيت ما تكرتش فيكم نتوما فخديت كذلك نتوما. فخديت 5 دراهم ديال التومة كما قلت لكم. فهذه هي السلعة ديالنا ديال هاد الشهر. كنتمنى فيديونا ديال اليوم يكون نال اعجابكم، لانكم عارفين ديما انه كنا كنستافدوا من فيديوهات ديال التقلية. كيبقاو افكار كنتبادلوهم، كنتعرفوا على ماركات ديال المواد كيكونوا باقيين جداد. فكذلك انا كيعجبوني نتفرج في هاد الفيديوهات ديال التقلية كنستافد منهم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم تكونوا استفدتوا منه. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.